بعد ما اكتشف العلماء سنة 2003 الDNA الشفرة الوراثية للDNA أصبح لديهم معلوم جدا كل نوع من أنواع الجينات وماذا يفعل هذا الجين وعلى أي مرض مسؤول وهكذا. وإذا وجدنا في الكتب الطبية أنه بدأت تحدد الضغط مسؤول عنه الجين فلاني، السكري الجين، حتى القولون العصبي، القولون التقرحي، بدأت تحدد الجينات التي تحدد الأمراض. إذا نحن تكلمنا عن العضو القوي. طيب ماذا عن العضو الضعيف؟ العضو الضعيف هو عضو يحمل جين أو استعداد وراثي أو استعداد خلقي للإصابة بمرض ما. طيب ماذا يحدث عندما تنقص العناصر؟ في الحقيقة عندما تنقص العناصر هذا يفضح الجين ويكشف الجين ويكشف هذا العضو الضعيف، ويبدأ هذا العضو في البداية مع نقص العناصر يبذل مجهود مجهود مجهود، يحاول أن يعاوض نقص العناصر إلى حد معين، وبعد ذلك نجد أن المعاوضة تنكسر تماما. ماذا يحدث بالضبط؟ تبدأ الأعراض بالظهور، أعراض المرض بالظهور، وكلما مر زمن أكثر نقصت العناصر أكثر، وحدث عندنا ضعف أكثر وأكثر في هذا العضو الضعيف جينيا أو خلقيا أو وراثيا. ولذلك كنا دائما نرى ونسمع هذه الشكوى من مرضى السكري، يقول لي دكتور أنا يعني لما بدأ معي السكري من 30 أو 40 سنة كنت أخذ والله نوع واحد من أنواع حبوب السكر ومن أخف الجرعة وأجد أنه السكر مضبوط، سواء القراءة الصباحية أو بعد الأكل بساعتين أو القراءة المسائية. الآن أنا سبحان الله أتناول 6 أو 7 أنواع من الحبوب، أخذ الأنسولين ومع ذلك لا أستطيع ضبط السكري والسكري تراكمي مرتفعا. لماذا حدث هذا معي؟ أقول نعم، البنكرياس لديك عضو ضعيف يحمل جين أو استعداد وراثي أو خلقي للإصابة بمرض، مع نقص العناصر التي تلزم للبنكرياس لبناء البنكرياس وأداء تفاعلاتها الكيميائية الحيوية أنت حدثت عندك هذه المشكلة. وكلما مر زمن أكثر نقصت العناصر أكثر، ومن ثم كانت حاجتك للمساعدات الخارجية والأدوية الخارجية والأنسولين أكثر وأكثر وأكثر، سبحان الله.